17/2018 مباراة النصر والنادي الأهلي. المباراة إن شاء الله هتتلعب في ملعب بترو سبورت. خلينا نروح للمؤجلات أو تاريخ مواجهات الأهلي والنصر في الدوري حتى الآن. الأهلي والنصر لعبوا فقط مرتين، مرتين الفوز كان حليف النادي الأهلي. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي دايما متفوق، او نادي النصر كمان حديث العهد ما بين يعني في الدوري الممتاز. فبالتالي ده قدام حضراتكم تاريخ مواجهات الاهلي والنصر. كان عدد المواجهات زي ما بقول لكم 2، الفوز للاهلي 2. طبعا النصر لا يوجد تعادلات. الاهداف 5 اهداف للنادي الاهلي وهدف واحد فقط لفريق النصر في مرمى النادي الاهلي. اما لو اتكلمنا على مشوار الاهلي في الدوري العام حتى الان امام حضراتكم، الاهلي وطلائع الجيش تعادل ايجابي 1-1، ثم الاتحاد وفوز الاهلي 2-0، والرجاء وفوز الاهلي 4-1، وامام الانتاج الحربي وفوز الاهلي 2-1، والاسماعيلي وفوز الاهلي 2-0 على الاسماعيلي، وامام الداخليه وفوز الاهلي 2-0، ثم المصري البورسعيدي وفوز الاهلي ايضا 2-0، واخيرا كان مباراه قويه امام انبي وفوز الاهلي 4-1، ثم الاسيوطي الاهلي بيكسبوا 1-0، ومصر المقصه والاهلي، واول هزيمه للنادي الاهلي هذا الموسم او من الموسم السابق 3-2 من مصر المقصه، وتعادل ايجابي مع طنطا 1-1، ثم مباراه سموحه وفوز الاهلي 2-1، وتعادل ايجابي 1-1 مع وادي دجله، واخيرا مباراه بتروجيت في الاسبوع ال 15 وفوز الاهلي 3-0. ده مشوار النادي الاهلي حتى الاسبوع او الاسبوع ده، كان مباراه بتروجيت انا اسف كانت في الاسبوع ال 16، دي اخر مباراه كان الاهلي لعبها وفاز فيها 3-0. اما مشوار فريق النصر حتى الان، طنطا والنصر لعب طنطا وتعادل معها 0-0، ثم النصر والاتحاد وفوز الاتحاد على فريق النصر 3-2، وامام سموحه تعادل النصر 1-1، ثم المقاولون العرب وفوز المقاولون العرب على النصر 2-1، ثم تعادل فريق النصر مع وادي دجله 1-1، وتعادل ايضا في المباراه اللي بعدها 2-2 مع فريق الاسيوطي، و فوز بتروجيت على النصر 2-0، ثم مباراة الزمالك والنصر وفوز الزمالك 2-1 على فريق النصر. وفريق النصر بيلاعب الانتاج الحربي ويفوز الانتاج الحربي 1-0، ثم طلائع الجيش وفوز النصر على طلائع الجيش 3-1، ثم الداخلية تعادل سلبي 0-0، ثم يفوز النصر ب مباراة كبيرة جدا لعبها أمام مصر المقصة ويفوز 4-1 على مصر المقصة، وفريق المصري بيكسب فريق النصر بعدها. طبعا النتائج بالنسبة لفريق النصر ما تحسش ان انت مرة بيكسب مرة بيتعادل مرة بيفوز، ولكن دائما بيعمل مباراة جيدة أمام الفرق الكبيرة. طبعا أمام المصري البورسعيدي بيفوز المصري البورسعيدي على فريق النصر في مباراة قوية 3-2، ثم امام الرجاء بيتعادل 0-0، وامبي اخيرا اخر مباراه بالنسبه لفريق النصر حتى الان، وتعادل ايجابي 1-1 للفرقتين. تعادل ايجابي اعتقد امام امبي لفريق نتيجه جيده لفريق النصر، وزي ما بقول لكم هو فريق ما بيبكيش على شيء، هو بيقدم عرض جيد امام الفرق الكبيره. وفي نفس الوقت تصريحات كابتن سيد عيد للمباراه، مباراه الاهلي اليوم، اعتقد انها بتقول ان انت هتلاقي فريق قوي، فريق عايز يبين نفسه او يعرض نفسه للكره المصريه ولكل الناس اللي تتفرج على هذه المباراه. طبعا موقف الفريقين في جدول الدوري حتى الان، النادي الاهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطه. طبعا النادي الاهلي لعب 14 مباراه، فاز في 10، تعادل في 3، خسر في 1، له 29 هدف وعليه 10 اهداف وليه 33 نقطه زي ما قلت لحضراتكم. ثم فريق النادي النصر في المركز 16 ولعب 15 مباراه وفاز في 2 وتعادل في 7 وخسر في 6، له 18 هدف وعليه 20 هدف وله 13 نقطة حتى الآن. ده فريق نادي النصر والنادي الأهلي وموقعهم في جدول ترتيب الدوري حتى الآن. أمام حضراتكم بنذكر حضراتكم بنتائج مباريات الجولة 16 بالدوري الممتاز، واللي ابتدت يوم الأربعاء في العام الماضي يوم 27 ديسمبر، إنبي والنصر 1-1، ثم مباراة الإسماعيلي والرجاء
وفوز الإسماعيلي 5-0 على الرجاء، ثم مباراة المصري البورسعيدي وطنطا مباراة كانت غزيرة الأهداف وفوز المصري البورسعيدي 6-3، ثم مباراة الاتحاد ومصر المقصة وتعادل إيجابي 2-2، وفوز الأهلي على بتروجيت 3-0، والداخلية وسموحة وتعادل سلبي 0-0، والأسيوطي والزمالك وفوز الزمالك 1-0، والمقاولون العرب وطلائع الجيش وفوز طلائع الجيش على المقاولون العرب 2-0، واخيرا مباراه الانتاج الحربي ووادي دجله وفوز الانتاج الحربي 2-0 على وادي دجله. ده بالنسبه لنتائج الاسبوع ال 16. اما مباريات الجوله 17 واخر مباريات الدور الاول في دوري العام 2016-2017 كالتالي: الرجاء والاتحاد ان شاء الله وهتبتدي يوم الخميس 4 يناير، الرجاء والاتحاد ثم مصر المقصة والمقاولون العرب وطلائع الجيش والاسيوطي وطنطا وامبي وبتروجيت مع الانتاج الحربي، سموحة مع المصري، وادي دجلة مع الداخلية والنصر والاسماعيلي، واخيرا يختتم الدور الاول بمباراة القمة، مباراة طبعا بينتظرها زي ما بقول لحضراتكم جميع عشاق كرة القدم المصرية والعربية والافريقية ما بين الزمالك والاهلي، وان شاء الله اللي هتكون يوم الاثنين 8 يناير 2018. ده جدول او المباريات الجوله 17 بالنسبه للدوري الممتاز 2016-2017 واختيام الدور الاول. طبعا هدافي بطوله الدوري حتى الان 2017-2018 جون انطوي لاعب مصر المقصه ب 11 هدف، عمر السعيد لاعب الانتاج الحربي 10 اهداف، وحسين الشحات لاعب مصر المقصه 9 اهداف، وبيجي دييجو الكالديرون في فريق الاسماعيلي 8 اهداف، واحمد جمعه لاعب المصري البورسعيدي 8 اهداف، وليد ازارو لاعب النادي الاهلي 7 اهداف، ثم صلاح محسن لاعب امبي ب7 اهداف، وابراهيم حسن لاعب الاسماعيلي 7 اهداف، واحمد علي لاعب نادي المقاولون العرب ب6 اهداف حتى الان. دول بالنسبه لهدافي الدوري الممتاز حتى الان. اما بالنسبه لهدافي فريق الاهلي والنصر النهارده، وليد ازارو زي ما بقول لحضراتكم عنده 7 اهداف، اما بالنسبه لفريق النصر محمد حسن ميدو له 5 اهداف بالنسبه لهدافي الفريقين النهارده. لكن احنا تشكيل بالنسبه لفريق النادي الاهلي ده اللي احنا ممكن النهارده واحنا بنتكلم عليه في تشكيل متوقع النهارده. كابتن حسام البدري دائما بيعمل الروتيشن، بيعمل شكل مختلف، عنده بعض الاصابات، طبعا حسام عاشور مش متواجد النهارده عشان عنده اصابه، وعنده طبعا شد او اشتكى من شد كده موجود في رجليه، لكن طبعا اللعيبه المميزين داخل النادي الاهلي متواجدين بشكل جيد، يقدر كابتن حسام البدري يعوض هذه الجزئيه في حراسه المرمى. ده التشكيل المتوقع بالنسبه للنادي الاهلي: محمد الشناوي، من يمين الشمال احمد فتحي، رامي ربيعه، ايمن اشرف، علي معلول، في خط الوسط هشام محمد، عمرو السوليه. طبعا عوده هشام محمد من الاصابه بتدي كابتن حسام البدري قابليه ان هو ممكن يشركه كلاعب اساسي بجانب عمرو السوليه، في الامام احمد الشيخ ومؤمن زكريا وباكا، وايضا في الامام وليد ازارو. ده التشكيل المتوقع بالنسبه لفريق النادي الاهلي. اما التشكيل المتوقع لفريق النصر هيكون امامكم على الشاشه حالا. في البدايه حراسه المرمى محمد مصطفى، من اليمين الشمال اسلام مصطفى، محمد حجاج، وخالد رضا، واحمد السباعي. امامهم في خط الوسط محمود صقر، محمد القط، وفي الامام جون جميل، واسلام عيسى، وحجاج عويس، وامامهم هداف فريق نادي النصر محمد حسن ميدو. ده بالنسبه للتشكيل المتوقع للفرقتين. ولكن طبعا زي ما بقول لحضراتكم الدوري الممتاز شايفينه السنه دي مختلف، في فرق زي ما يعني مش باكي على حاجه، بتيجي تلعب قدام الفرق الكبيره بتتعامل بشكل جيد. المباراه النهارده مؤجله، لكن فريق النصر زي ما بقول لكم فريق بيعمل نتائج جيده امام الفرق الكبيره. نتمنى ان شاء الله النهارده فريقنا النهارده يبقى في احسن حالاته، في احسن شكل ليه فنيا وبدنيا، ده اللي احنا نتمناه النهارده. طبعا ده فريقنا